إذن الحق الأول مع نفسي ومع المكان ومع الكتاب ومع الشيء مع الكتاب سواء قرآن أو كتاب ومع الشيخ الخامس مع زميلك مع صديقك المؤمن مرآة أخيه لا بد نتعاون مؤمن نكيور تشاموينجين تنافاق وسيديانا لابد أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر تنافاق وانبشانا ممانا تكتزانا معوك يعني الآن صديقك هذا الذي يدرس معك لابد تتعاون لا تضيع الوقت يوليا ما يقول أنه سمناه لرفقياك تنافاق وسيديانا سوق قدس عمدان عندنا يقال الصاحب ساحب إما يسحبك إلى الخير أو إلى غير الخير. كنا نسمع كيراه ونسمع كم الصاحب ساحب رفيقي يقول أبو كم أتكفوتها إيه إذا تكفوتها كتسمع الخير أو كتسمع الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا. نجوم صلى الله عليه وسلم في الحديث نسمع وصفاني لا ورفيقي يسمعكم تبو كم المؤمن. أنت الآن إذا أردت أن أسأل عنك. يوابو مين من أتاك أوليزة كوسيانا نويل يعني أريد أعرف حال هذا الإمام مثلاً مفهوم أتاك أوليزة كوسيانا نهول الإمام لا أسأل عنه ستة موليزين أسأل عن صديق أوليزة كوسيانا رفقياك إذا الصديق يشرب الخمر إذا هذا يشرب خمر وين فكما رفقياك أتاكوا نكون يقوم بس نفاني قياسة كما كيا يانا صديق لا يشرب الخمر إذا هو لا يشرب الخمر كما رفقياك هني قوم بنا ما نشبه أيه هني قوم قل لمن تصاحب أقول لك من أنت كيف تصاحب من يشرب الدخان؟ كيف تصاحب من يشرب الخمر المخدرات؟ لا تقل أنا لا أشرب. نعم أعرف من فضلك. لا يقول البعض يقول أنا لا أشرب هو فقط يمشي معي. وتجدين أنا سيما ميمي سيني بومبي بس نتجينا أيتي. هذا يوما من الأيام. يدعوك إلى المنكر يقول الدخان جيد الخمر مفيدة كيف تصاحب هذا أصلا هل يوجد عاقل على وجه الأرض يشرب الدخان يوجد لا لا يوجد يوجد عاقل يأخذ النقود ويشعل فيها النار لا هذا مجنون نأخذ إلى مستشفى المجانين الآن لو خرجنا من المسجد وجدنا رجل وضع سجادة تحت السيارة من السيارات وضع سجادة تحت السيارة أسفل من السيارة. ميكانيكي تبى لتشيني أدار. وأخذ هذا الذي يسحب به العصير مصاخ. هيش أشكو إذا كتير كفوتية سجارة. وأدخل هذا ويسحب من هذا العادم حق السيارة. هيش أشكو إذا كتير كونكتين أدار. يسحب ويخرج دخان. ماذا نقول عنه؟ مجنون. مجنون. إذا المجاني كثير. منازين يعني. عفوا. هل يشرب الناس الدخان في المساجد؟ وقت ونفرج السجارة سجيني؟ لا لا أنا سألت أحد المدخنين مين من أولي سؤالي ونفرج السجارة؟ ما هو أفضل مكان لشرب الدخان؟ مين بسنزومي زايدي يا نفرج السجارة؟ قال في الحقيقة أفضل مكان هو الحمام أكسيما الشيخ أنا سيما فوق سيمبورة زايدي يا نفرج السجارة نتشوف أدخل الحمامات ترى الدخان إنجيني جوني بتاعنا كانت السجارة زي كوبا. لماذا؟ وانيني. لأنه يشرب مع الشياطين في مكان الرائحة نفس الرائحة رائحة البول والغائط هي نفس رائحة الدخان. بس هو أنا جيني جوني أنا بقول السجارة فمجد أنا الشيطان أنا الشيطان أنا بين السجين وشاف. الذي يشرب الدخان تقرب منه الملائكة أو الشياطين؟ يقول أنا بقول أنا بقول السجارة أنا كنا بقول بيجي وأنا مكاري جاي ملائكة أو الشيطان. شياطين. الشيطان. إذا لا يمكن أن طالب العلم يصاحب المدخن. كيف حيفا يقوم منافذ أفاني ورفيقي نمت بقول أنا بوت السجارة. الحق السادس والأخير. حكي يا ستة نايا مشو. حق مع العلم الذي تتعلم.
kuwa na haki na ilmu ambayo kwamba unajifundisha. Hadha al-ilm alladhi tata'allam la bud tuhafiz alayh kanz thamin. Hii ilmu ambayo kwamba unajifundisha unafaa kushikilia vizuri kwa sababu ni hazina ambayo kwamba ni muhimu zaidi. Aghla min al-dhahab wa min al-fidda. Ni hazina ambayo kwamba ni ghali zaidi kuliko dhahabu na fidda. La yumkin an talib al-ilm faqat yuraji' waqt al-ikhtibarat. La sio tu kwamba mwanafunzi anasoma tu wakati wa mtihani peke yake, la, haifai kwa hiyo. Turaji' muraji'a yawmiyya, mtu anafaa afanye revision kila siku. Tahfaz, alifadhi. Tajtami' ma'a ikhwanik ma'a asdiqak turaji' al-'ilm, aina marafiki zake wao anasoma pamoja. Nahnu fi zaman wallahi fi khatar 'azim nahnu al-an, anasema sisi tuko katika hatari ambayo kwamba ni kubwa. La bud an nahdhar min al-fitan, nahdhar min ad-dalal, nahdhar min ash-shubuhat, tunafaa kujitahadhari kutokana na fitna na shubhat na mambo ambayo kwamba ni upotofu. Ashallah subhanahu wa ta'ala li wa lakum at-tawfiq wa as-sadad wa Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum Allahu khair. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.